ده احنا على كده بقى ما كناش نسوان. الوليه كل شويه تغضب وتصرخ وتروح تعيط له. قال على راي المثل الراجل انيها وهي بتبص لامه بعينيها. البشاير ايه ده المفروض يسموها نوايب. ولا ولا الله يخرب عقلك، انت بتلعب في الجهاز عشان تموتني؟ انا عارفه ان امك مسلطاك علي عشان تعمل فيا كده. البيت بتابونا والغرب بيكرشونا. يا لهوي، انت البيت اللي انا لسه موضباه، انا الحقيقه منين ولا منين؟ بس ارحموني بقى. صباح الخير يا امي. صباح النور يا حبيبي، ازيك؟ في ايه بقى الصبح؟ طبعا ملاتك من ناحيتي وشعليلتك نار. يا امي يا امي، انا راجل عندي شغل وطالع عيني فيه عشان خاطري. بالراحه بالراحه يا اخويا، ربنا ياخدني ويخلصني بقى وترتاح، عشان ترتاح انت ومراتك وابنك في قلب البيت ويروق. لهمهم كله انهم يخلصوا مني. ابوس ايدك ابوس ايدك، خلي انت قلبك عليا عشان خاطري. حاضر يا حبيبي حاضر. انا ليا ايه في الدنيا دي غير راحتك؟ انا مناي حاجه واحده بس، اموريني تطلق الوليه دي وتخلص منها. ده ابوسها عكر. شايف ادي امك ايه عايزه تخرب بيتي وتطلقني. قولي لي بقى، انت هتستفيدي يا ست انت لما تخربي بيتي؟ هتتجوزيه انت؟ ضربي قله الادب بتاعتك دي. امال عايزه تخربي بيتي ليه؟ ده انا حماتك يا بنت، انا اضربك بالجزمه على نافوك. كفايه بقى كفايه، ده ما بقاش بيت، ده بقى بستان. طب اعمل ايه؟ انا هخفى من وشكوا خالص، وحتى همشي هروح شغلي من غير ما اغسل وشي. ارتحتي بقى يا اختي؟ ارتحتي انت يا اختي؟ دلعتي ابنك؟ ده تكنيله في شكلك، امشي غوري من وشي. ده انت ما فيكيش ذوق. هتطلقي هتطلقي. ها بتاعك يا معلم ابو الشلة. تعيش كوارع. تحت امرك يا معلم. فين السكين ونص؟ فين السكين ونص؟ خير يا عمنا. اهلا. ادينا الطلب ده. وجب. كمل انت مع الضغوط. عيني. خليك معايا يا ضغوط، كمل العشرة. ايوه استناه. نص فرش اربعات يا معلمي. زودت 100. حاضر. طب اخفى دلوقتي. اه لا صبر، عملت كده السكينه. اه لا انا عايزك تذبح. ها طول عمري بقول لا انا قد الشوق وليالي الشوق ولا قلبي قد عذابه عذابه. يا شو اللي مخرجك كده قدام البيت؟ الناس رايحه جايه عماله تبص. ايوه استنى. ايه بص لنا؟ مالك يا اخويا؟ اتخنقت زهقت قلت اطلع بره اشم شويه هوا. طب خش جوه دلوقتي. خش جوه دلوقتي. من عيني. حاسب لا تقع على وشك. كعبلت في طرف الجلبيه يا حاج. سلامتك من الكعباله يا معلم. عايزين نص فرش اربعات. كام دول؟ زياده 100. بقول لك ايه؟ نعم. قول للوليه بتاعتك دي تبطل الاعمال اللي بتعملها. الاعمال دي مش لينا احنا يا حاجه، ده عشان تبعد عيون الحكومه عننا. بس والله غلبانه وبتحبك البنت. اه يا اخويا، وانا كمان بحبها من القلب للقلب رسول. ربنا دي من محبه مصلحه. عمر استاذ. انا عايزك في مصلحه يا معلم. مصلحه ايه لا مؤاخذه؟ احنا عايزين ربع بقيت حشيش. ايه؟ حشيش؟ اصل انا ودني بعافيه ما بسمعش. الحشيش قال لا مؤاخذه يا معلمي، لا مؤاخذه يا معلمي، قال انا منامك يا معلمي. في ايه يا زوز خير؟ الاستاذ تايه تايه، فانا قلت مفيش حد يدله غيرك يا معلمي. معلش يا ابني اعذره، الدنيا تلاهي، هو حد عاد عقله فيه اليومين دول؟ تحت امرك اخويا، في حاجه؟ انا جاي اقصد مزاج الخير يا معلم. بس كده؟ عينينا ليك. خدوا المعلم شلوفه خليه يعمل له احلى حجر معسل على حسابي. اوعى تحاسبه، ده ضيف. ها يا معلم، انا قصدي المجال حشيش يعني. ايه؟
حشيش؟ حشيش يا ابني؟ حد قال لك ان الحته دي في حد بيبيع فيها حشيش؟ يا نهار اسود، بالاخير انت تعمل شر انت لا نضايفك تقول لنا بتبيع حشيش؟ يا ابني احنا بتوع معسل، الحقوا اخواننا، الراجل ده جاي يبوظ سمعتنا، بيقول الحته فيها حشيش. حبيبي انا بجهز لك الفطار. والجاكيت فين؟ جاكيت؟ لا مش هنا، مش في الدولاب يا حبيبي، ما انت حاطه هنا ورا الباهم، انت نسيت ولا ايه؟ اهو الجاكيت بتاعك اهو. الضرفه دي مقفوله ليه؟ مقفوله؟ اه اصل انا قافلاها، اصل انا هدومي كلها حاطاها في اوضه اللبس هناك، فحطيت شويه حاجات حريمي كده قفلت عليها هنا، ما ينفعش تشوفها، عيب كده. حريمي؟ اه بس يا خبوستي بقى ما ينفعش. مش بتقولي حاجات حريمي؟ بس عيب. يلا يلا عشان تفطر، انا عامله لك الفطار بايدي. انا هفطر في الحاره مع اهل الحاره، وحشوني. طب يلا عشان تلحقهم بقى. طب ابص بص. يلا بس خد الجاكيت بتاعك. ايه اللي هناك ده؟ ايه ده؟ شايف حاجه؟ بس هو مفيش حاجه، شويه حاجات كده حريبي. يلا يا روحي يلا. حريبي. يلا عشان تلحق. بس باجي ابص. ماشي يا اخويا ماشي. رمانة كنت فاكرة روحي بس متشعلقة في رقبتك، أتاري جدتي وكل حتة فيا قفشين في إيدك، مش طايقين غيرك حتى لو كان من دمك، قلبي متفصص يا غريب وشبع مرار طافع، لا انا قادره الم نفسي في حضن اخوك ولا طايقه اديله ركن جنبك. ومين فينا اللي مات؟ انا ولا انت؟ وايام الجواز وسنين الجواز ادي اللي احنا بناخده منه للشباب، هم وقرف وغم وكلام فارغ. لا والغريبه بقى ان في ناس لسه عاوزين يتجوزوا يجوا يشوفوا النيله اللي احنا عايشين فيها دي. تؤمر بحاجه تاني سعادتك؟ لا اتفضل انت.